ما هو بيت ابويا برضو. ايه بيت ابوك؟ خلاص يا واد بتسمي بيت نازك بيت ابوك؟ امال ده يبقى بيت مين يا ابني؟ صالك وعلى البطن اللي شالتك يا شبت العدوين فيك يا بهيجة. يما اهدي بقى مش كده. وبعدين بصراحة الحاج هو اللي اصر ان اروح اقعد اتعشى معاه عشان نتكلم في الشغل، وانت عارف الحاج لما بيصر على حاجة لازم تتنفذ. يا اختي وكمان يا واد قاعد انت وابوك في بيت نازك تتكلموا قدامها في الشغل؟ يا خيابك. هيا يا واد تعرف حاجة عن شغلك انت وابوك؟ ما تخافيش يا ما ما تخافيش، هي ما كانتش فاهمة احنا قاعدين بنرغي في ايه. كل اللي كانت فاهماه اللي احنا قاعدين بنتكلم في شغل المصنع. لا فالح وناصح طالع فالح قوي. انت ما تعرفش نازك دي؟ انا بس اللي عارفاها وطول عمري بقول عليها قرشانة ومية من تحت تب. انت فاكر يا واد لما اجبرتك واصرت ان تشغل الواد المنيل جوز بنتها عندك وانت بخفتك ما فتحتش بقك ولا قدرت تقول تلت التلاتة كام؟ لا يا اما بقى معلش، اولا اللي قال اشغل الواد محسن هو الحاج بنفسه، ثانيا انا كنت محتاج حد يشتغل الشغلانه دي فقلت ليه لا، الواد محسن اولى. يا واد يا واد ابوك ما كانش بيطيقه. وبعدين معاكي بقى يا اما، وبعدين حتى لو ما كانش بيطيقه شغلانتنا دي ما فيهاش عواطف. عواطف؟ لو انت يا واد جبت واحده اسمها عواطف ومشيتوها ما ده هي لا يكون ابوك اتجوزها. الله يجازي شطانك يما. الله يجازي شطانك يما. كده يا فتحي كده بتتمارس على يا حبيبي؟ كتر الف خيرك كده نقي. قالوا لما خلفتك بهيجه جابت الولد ابراهيم العقاد كل خلفته بنات، بهيجه بقت فرخه بكشك عند ابراهيم عشان الواد. كانت الحزينه تفرح ما لقيتهاش مطرح. خلاص خلاص ياما بقى عشان خاطري خلاص. طب شوفي انت عايزاني اعمل ايه وانا هعمله، شوفي عايزاني اروح اقابل الحاج فين وانا هروح المكان اللي تقولي عليه اقابله فيه. تقابل ابوك في اي حته الا بيت نازك. خلاص اللي تأمريني بيه يا ست الكل هعمله. وطول ما ابراهيم العقاد سايب بيتي وسايبني رجلك ما تخطيش هناك.